السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في الفيديو الجديد، فيديو ديال ميكرو ايكونومي سيمستر 1، سي لا بارتي نيميرو 25 اللي غتكون الابيزود الثالث ديال لا دوموند اي لا سيسيتي. دونك ديجا شرحت لكم لا دوموند، فهمتوا لا دوموند، فهمتوا الميكانيزم ديال لا دوموند، اي اوسي شرحت لكم لوفر، وشفنا كيفاش ممكن ان نحدو ليكيليبر. دونك دابا غنبقاو حنا في لا دوموند، حيت لو فباح ان شاء الله غنرجعو ليه غنهضرو على لي بروديكتور. دونك لا دوموند، دونك لا دوموند قلنا بان لا دوموند هو ديك لا كونتيتي ديال لي بيان و سيرفيس لي ممكن لي الكونسوماتور يقدر انه يشري ولا يبغي يشري بوغ شاك نيفو دو بري. يعني ان لا دوموند ديال الكونسوماتور كيحدو مجموعة من الحوايج، منهم لو بري اللي كيعتبر الفاكتور ايسونسييل ديال ديتيرميناسيون ديال لا دوموند، ومنه اوسي لو روفوني، ومنه اوسي حتى لو بري ديال لي بيان لوخرين. دونك حنا دابا غنشوفو لا دوموند وشنو هو لامباكت ديال هاد لي فاريابل على لا دوموند. دونك ملي كنتكلمو على لا دوموند قلنا بان لا فونكسيون دو لا دوموند هي واحد الغولاسيون اونتر لا كونتيتي دوموندي اي لو بري. دونك دابا نشوفو شنو هو التاثير ديال لي فاريابل على لا دوموند. دونك اول حاجه نبداو بها ونخدمو في لا سيونس ديال اليوم هو واحد لا كورب سميتو لا كورب دو كونسوماسيون روفوني، ولا كيتسمى اوسي سونتيي ديكسبونسيون، سونتيي ديكسبونسيون هو واحد لا كورب كي غولي les points d'équilibre successifs lorsque le revenu change et les prix relatifs restent constants. D'accord. Moi, un jour dire où sont-ils bien. Un y, un x. La droite de bichi. Ah, voilà la droite de bichi. D'accord. Ah, voilà la droite de bichi. Un r, là. P du x, R à la P du y. On suppose que le revenu augmente. Et les aides le revenu, la droite du BG se déplace vers le haut. Yani, atouli a dit R, mais il m'a dit R1. A dit R1. Z le revenu, yani, on a dit R juge à la P du x, a dit Z. Ahta a dit R juge à la P du y, ta y a dit Z. Il a dit, ou il a dit la droite, il va parallèle ma hada. Troisième a. D'accord? إلا تزاد تاني لو غوفوني عدد هذا إيغ ثلاثة على بي دو إكريك، هنا إيغ ثلاثة على بي دو إكريك، كلما تزاد لو غوفوني ولكن شوفو راه لي بري غولاتيف غيست كونستون. هاهو دونك شنو كيوقع على دغوا دو بي جي إلا تزاد لو غوفوني كيديبلاصا فيغ لو، هادشي ديجا درنا راه بوغ شاك دغوا دو بي جي راه كاين واحد ليكيليبر، ليكيليبر كيتحدد بلا ميثود غرافيك هو هاديك البوان دو طونجونت أونتر لا كورب دانديفيرونس et avec la courbe d'indifférence et avec la droite du but. Je me tire de près de ça fait depuis le point de tangente j'ai donc à deux coulons ce sont des points d'équilibre, point d'équilibre, donc point d'équilibre là, point d'équilibre tenir, il est mené à des points d'équilibre à tenir un واحد لا كوب راه هذاك هو لا كوب دو كونسوماسيون روفوني هو هذا دوك هو اللي كيليبغ الاول اكس واحد ايكريك واحد هذا اللي كيليبغ اللي كيليبغ الاول ها اللي كيليبغ الثاني ها واحد اكس اثنان واحد ايكريك اثنان ها هو كيليبغ الاول كيليبغ الثاني ها كيليبغ الثالث ايكريك ثلاثة واحد اكس Donc, la courbe de consommation revenue, ou avec la courbe qui relie les points d'équilibre successifs lorsque le revenu change et les prix relatifs restent constants. Donc, la courbe de consommation revenue relie les points d'équilibre
successifs. Le point d'équilibre, ceci, 2, 2 bien x, y, lorsque le revenu change et les prix relatifs restent constants. Et les prix qui sont constants, je connais qui triggerent le revenu. Donc, quand les mêmes aides le revenu, كل ما زاد الغوفوني راه لا كونسوماسيون كتزاد ار اوغمونت شنو كيوقع راه البوان ديكيليبر حتى هي كتزاد كتطلع الفوق هي كانت هنا زاد الغوفوني طلعت هنا اكس اي اكس تي فورماسيون كتطلع دونك هذا هو لا كورف دو كونسوماسيون الغوفوني دابا السؤال اللي كيتحط هو كيفاش ممكن اننا نحدو ليكواسيون ديال هاد لا كورف ليكواسيون revenu qui me dit comme qui est seulement aussi senti d'expansion l'équation dialogue que tu connais y par rapport à x que tu n'as pas de tms qu'on a de tms x y et qui s'est l'utilité marginale de x à l'utilité marginale de y qu'on s'est dit que c'est le rapport de prix les prix qui vont comprendre qui est plus et maintenant attends on a exemple on a y que c'est oui par exemple par rapport à x y la fonction attendons maintenant le revenu prix qui s'est dire x plus de x qui s'est maintenant le rabat ou plus de y qui s'est juge après quelques soit déterminer l'équation de la courbe de consommation revenu ou la sortie d'expansion donc un rythme tms donc tms x y qui s'est l'utile marginal de x à l'utile marginal de y كيساوي بي دو اكس على بي دو اكري نحسبو تي ام اس تي ام اس ديال هادي لي تيوتي مارجينال دو اكس هي 4 اكري لي تيوتي مارجينال دو اكري هي 4 اكس شنو كيساوي بي دو اكس على بي دو اكري 4 جوج 4 على جوج اختزلو ب 4 وهادي كتساوي جوج يعني اكري على اكس كيساوي جوج يعني اكري كتساوي جوج اكس دونك هادي هي ليكواسيون ديال هاد لا كو هادا داكوغ هكا كنحدو ليكواسيون ديالو المهم واحد الحاجه مهمه اللي كتحدد لي لا فورم ديال هاد لا كوب هو لوموجينيتي الا كانت لا فونكسيون ديتيليتي اوموجين فان هاد لا كوب كيكون دروات لينيير الا كانت ني با اوموجين كيكون كورب كيلكونك كيكون كورب كيلكونك دونك غنشوف كيفاش كنفيريفيو لوموجينيتي لوموجينيتي لا فونكسيون دونك باش نبين الهوموجينيتي كنشدو ام لي اكس كنحسبو ام لي اكس دونك اف اف لي ام لي اكس ام لي اكري كنحسبوها خاصها تخرج ليا ام اس واحد العدد تي اف لي اكس اكري نتحقق ليا هادي اوندي كو لا فونكسيون ديتيليتي est homogène de degré t degré t c'est simple je vois la fonction qui est en train de faire c'est très simple il y a u qui est égal à x y donc quand j'ai dit f li m li x m li y donc je vois alors m plus x on dit m li x ou plus y on dit m li y donc on dit 4 m x m y دونك 4 ام اكس ام اي حيدو الاقوات ام مع ام هي ام اس 2 دونك ام اس 2 4 اكس اي هي لا فونكسيون ديتيليتي هي هادي ها هي تحققت ليا ام اس 2 اف لي اكس اي هي تحققت ليا دونك لا فونكسيون اي اوموجين دو دوغري دو دوغري دو داكوغ المهم حنا بغينا نعرفو دابا لامباكت ديال لو روفوني على لا كونسوماسيون كيما عرفتو بان لو روفوني كيتزاد لا كونسوماسيون كتنقص كتزاد عفوا يعني الا خدينا مثلا هاد لا كوب على كونتيتي دو اكس ها لو روفوني يعني الا كان لو روفوني هو هذا ف
لان لا كونتيتي غتكون هي هادي، تزاد لو غوفوني لا كونتيتي عاد تزاد، تزاد لو غوفوني لا كونتيتي عاد تزاد. يعني الى جينا نجمعو هاد النقط هادي خرج ليا واحد لا دغوا داير بحال هكا، هذا كيتسمى كورب دينجل. كورب دينجل يعني العلاقه اونتر لو غوفوني اي لا كونتيتي دان بيان، يعني لا دوموند دان بيان او لو غوفوني كيتعلق بالكورب دينجل، كيتسمى الكورب دينجل. دونك la courbe d'Ingel est une courbe croissante qui montre que lorsque le revenu augmente, la quantité demandé de x augmente. Commander ou la consommer augmente. Et si le revenu augmente, rahta x kazid. Ou l'axe, si le revenu diminue, ta la quantité katnqas. Yani kayna wahed relation li hiya croissante et positive. Yani kanhadrou ala loi d'Ingel. Loi d'Ingel kayna wahed katsemma loi d'Ingel. لوا دينجل كيقولك بأن إليا إين غولاسيون كخواسونت إي بوزيتيف أونتر لو غوفوني إي لا دوموند دان بيان. يعني مي كيتزاد لو غوفوني كيتزاد لا دوموند دان بيان، ولكن كاين واحد ليكسيبسيون، اكسيبسي كاين واحد الاستثناء هو لي بيان انفيريور. لي بيان انفيريور هادو ما كيطبقش عليهم لا لوا دينجل. هاد بيان انفيريور مثلا بحال البواط دو كونسيرف، علب، علب هادوك ديال بحال السردين والبواط دو كونسيرف داكشي. يعني مثلا مي كيتزاد الغوفوني ديالك راه كتنقص لا كونسوماسيون ديالها، حيت عليه بالنسبه ليا سي تان بيان انفيريور. مثلا بان نوار، مثلا الطوبيس، واحد يقول مثلا عنده غوفوني ناقص ديالو راه كيمشي يركب في الطوبيس، ولكن اي فوا كيتزاد الدخل ديالو ما كيبقاش كيركب الطوبيس، يقدر يشد تاكسي ولا يشري طوموبيل ولا شي حاجه. دونك نقولو سي تان بيان انفيريور. دونك هادشي اللي عندنا في لا سيونس دو جوردوي، جيسبيغ انكم استفدتو. الحصه الجايه ان شاء الله نكملو نشوفو لا كور دو كونسوماسيون بري باش نساليو ان شاء الله، وديك الساعات ندخلو ليلاستيسيتي نخدمو حتى هي ونشوفو لي في دو روفوني بيسيبسيون باش نساليو هاد البارتي ديال الكونسوماتور. ابخي ان شاء الله ننتقلو للبروديكتور. دونك السلام عليكم.